اخوان السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بلوك ديال اليوم الاخوان، هاد المعزات هادو معروضين للبيع. هاد الكبيره الاخوان الثنيه، وهاد الصغيره مازال غيصنع الحليب. ممكنين جوج معزات ثنيات، وكاين هادي غير جديده. هاد الحمراء هادي مهنيت، راه حمراء، حنا غادي نصورها لكم. ولا يسخر الجميع. المهم الاخوان اللي عنده الغرض ومحتاجه، مرحبا، يتواصل معايا. كاينين بمدينة ازرو، 0661 48 27 21. ثم الاخوان، البركه اللي حلفنا منها، التذكره ديال الاخوان راه عندها واحد البزوله مبطوله. صراحه الاخوان ديك الساعه كنت دقيت ليها شي باري وحلبتها وغادي، ولكن ما المهم الله اعلم. ديك الساعه مني غتولد عاوتاني الله اعلم. كان بعض الاخوان قال لك اودي دابا ما غاديش تعطي الحليب، ولكن حيت غادي تولد راه غادي تعطي ديك البزوله الحليب، والله اعلم. المهم الاخوان اللي كاين هو ان هذه عندها واحد البزوله مبطوله، والمعزه الاخرى راه في صحه جيده، اللهم يسر. وهذه هي المعزه الاخوان، هذه بنت، هذيك الحمراء الاخرى بنت. هذه تاع ديال الاخوان راه غير ثنيه، مازال غير ثنيات، الولاده الاولى ديالهم الاخوان. ومن الاخوان استفسار، مرحبا وتحياتي للجميع والناس اللي تفرجوا فينا من ساوش، تفاعلوا معنا في القناه، اللهم يسر. تحياتي لخويا رشيد من الديار اسبانيا، تحياتي للجميع المتتبعين. هذه الاخوان هذه جديده، هذه تاهي غيصنع الحليب، هذه جديده تاهي الحليب، وكاين خوان تاهي جديد.